سواء اتفقنا أو اختلفنا مع فكرهم وتوجهاتهم السياسية، إلا أن بعضهم كانوا بالفعل أساطير الأزمنة التي عاشوا فيها. وتلك أشهر خمس مقولات سجلها التاريخ لشخصيات كتب لها الخلود حتى بعد إعدامهم. عمر المختار. الشهيد عمر المختار قال قبل تنفيذ الحكم الجائر بإعدامه: نحن لا نستسلم، ننتصر أو نموت، وهذه ليست النهاية، بل سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تليه، أما أنا فإن عمري سيكون أطول من عمر شانقي. ويليام والاس. أحد الفرسان الذين كافحوا لتحرير أسكتلندا من التبعية لإنجلترا حتى مقتله، واختلفت حوله الآراء، فهناك من قال بأنه سفاح نامجي، ومن قال إنه أحد الثوار الأبطال الذين ضحوا في سبيل بلادهم. عندما ألقى الإنجليز القبض على ويليام والاس أخذ إلى إنجلترا، حيث تم إعدامه بعد تعذيبه بهدف طلب الرحمة والمغفرة من ملك إنجلترا، ولكنه تحمل التعذيب حتى لا يخسر القضية التي عاش من أجلها، فقاموا بشنقه وإنزاله قبل أن يختنق، ثم قاموا بشده عن طريق ربط قدميه بحصانين ويديه بحصانين آخرين، ثم قاموا بخصه وإخراج أحشائه من بطنه وأحرقوها أمامه. ولكنه لم يركع طلبا للرحمة، وفضل أن يعدم من أجل الحرية، فقاموا بقطع رأسه وتعليقه على جسر لندن. ولم يذكر المؤرخون تحديدا كلمات والاس أثناء التعذيب، ولكنهم أجمعوا على أنه كان يردد كلمة الحرية. تشي غيفارا. قبل لحظات من إعدام رمز الثورة في أمريكا الجنوبية غيفارا، تم سؤاله عما إن كان يفكر في حياته، فأجاب قائلا: لا، بل أنا أفكر في خلود الثورة. ثم قال: أنا أعلم أنك جئت لقتلي، أطلق النار يا جبان، إنك لن تقتل سوى رجل. فتراجع الجلاد قليلا ثم عاد مرة أخرى بعد أن كرر الضباط الأوامر له، فأخذ يطلق الرصاص من أسفل إلى أعلى تحت الخصر، حيث كانت الأوامر واضحة بعدم توجيه النيران إلى القلب والرأس حتى تطول فترة احتضاره. صدام حسين. حكم على الرئيس العراقي السابق صدام حسين بالإعدام شنقا بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في محاكمة من قبل قوات الاحتلال الأمريكي للعراق. وأثناء وقوفه على منصة الإعدام لتنفيذ الحكم، أخبر أحد الحاضرين أنه يريد معطفا، ثم خاطب حكماء العرب قائلا: أنا ستعدمني أمريكا، أما أنتم فستعدمكم شعوبكم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.